السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. ما شاهدتموه قبل قليل هو تشييع جثمان الناشط في المظاهرات محمد جاسم الدجيلي الذي استشهد غدرا على يد الميليشيات الطائفية المنتشرة الآن وفرق الموت والاختطاف والاغتيال. استهدفته هو واثنين من أصدقائه في سيارته كانت تتبعه طبعا بعد خروجه من المظاهرات، وأطلقت الرصاص عليه أصابته. طبعا هذا الموضوع أدى إلى استشهاده وكذلك استشهاد صديق له، وتم خطف الثالث من قبل هذه الميليشيات. طبعا سنتكلم اليوم بشكل عام عن انتشار الميليشيات التي تقوم بعمليات اغتيال وعمليات خطف للناشطين واستهداف للمتظاهرين بشكل عام، وسط يعني دور حكومي واضح أنه متواطئ فيما يحدث، وكذلك بالنسبة للقوات الحكومية التي هي متفرج أو مشارك إلى حد كبير أكثر من مجرد وصفها بأنها عاجزة عن التدخل. طبعا هناك تغريدة نشرت من أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدا موقع تويتر باسم حمزوز، يقول: مقتل المتظاهر الشاب محمد جاسم الدجيلي خريج كلية ومن أهالي حي الإعلام، وعمل على تقديم الدعم الأكل والشرب للمتظاهرين بمساعدة آخرين. يقول: يوم أمس عصرا تم نصب كمين له من قبل مجموعة مسلحة تستقل عجلات نوع بيك أب، وكان معه اثنان من المتظاهرين في شارع فلسطين وفتحوا النار عليهم، وكانت إصابته بليغة. نكمل لكم قراءة التغريدة. يقول: كانت إصابته بليغة بالرئة، فيما أصيب الثاني بجروح بليغة مع فقدان الشخص الثالث. استطاع الإفلات منهم بادئ الأمر، لكن بعدها وبسبب النزيف الحاد انقلب بسيارته ونقل على أثرها لمستشفى ابن النفيس، وفارق الحياة اليوم الأحد صباحا بحدود الساعة 8 وقد صدرت له شهادة وفاة، وسبب الوفاة طلق ناري. مشاهدينا الكرام، تستمر طبعا الاغتيالات في العراق، ويستمر استهداف الناشطين المدنيين وكل من نشط في ثورة تشرين دعما ومساندة بأي شكل كان للمتظاهرين هو مستهدف ومرصود من قبل هذه الميليشيات. هو ليس تخويف لكنه أمر واقع. للأسف كثير من الشباب يرتقون بأرواحهم أو ترتقي أرواحهم إلى السماء، يستشهدون بنيران الغدر التي تحملها الميليشيات الآن وتنتشر في عموم المحافظات العراقية. القوات الحكومية الآن يعني هي أكثر منها مشاركة، أكثر منها عاجزة يمكن أن توصف، يعني هي مشاركة بما يحدث، وهناك أدلة كثيرة تثبت تورط هذه القوات بتأمين الميليشيات، بدعم الميليشيات، بارتكاب مجازر بأيديها حتى وإن لم تكن هناك ميليشيات. وهناك أماكن كثيرة وأدلة كثيرة سنتطرق إليها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن نستقبل أول اتصال معنا. السيد أبو الزهراء من العمارة، تفضل يا أبو الزهراء. أبو الزهراء، ألو، حياك الله أبو الزهراء، تفضل. يا الله أبو الزهراء، أول شيء نص صوت التلفزيون رجاء حبيبي. تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا صديقي العزيز، يا حبيبي، هاي مو غير ولا هي مو شانهم، هاي الأوضاع اللي جايسه هذول ما نجوز من عندهم، مهما مهما كتلوا، مهما تكلف أمرهم، هذا الشعب ما يبطل.
اللي يشيلهم من قبعه سياستهم ويذبهم بالماء. لانه على مدار 16 سنه صديقي هم هذا العراق. نعم. اريد اسالك على دور القوات الحكوميه، شنو رايك بما تقوم به؟ يعني الان ميليشيات تسرح وتمرح وتختال وتقتل وتخطف وهي تتفرج. هو هم مو قلت لك انا بدايه الامر قلت لك مو هو يشتغلون كلهم يشتغلون سوى شغلهم كله واحد يعني. هي او قوات الاحزاب او هم شغلهم واحد يعني واحد. بس انا عتبي على شغله. شلون؟ انا عتبي على شغله، عتبي على شغله. تفضل. على وزير الدفاع. وزير نعم. الدفاع. المفروض منه من شاف هاي الاوضاع طالت مهارات وصلت الى هاي المرحله، المفروض من عنده هو اذا هو انقلاب على الدوله. بس هو مع كل الاسف ما يفتي. هو منو جابه للحكم يا ابو زهراء؟ وزير الدفاع منو جابه؟ هو ما يخالف، تدري ليش؟ ما يخالف. هم جابوه صحيح، هم جابوا هاي الاوضاع الشاهد الله لو 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 واحد هيك لو عالم وهم جايبيني عرفت؟ اتخلى من عندكم، اتخلى. هاي الاوضاع والله ما يمسكت عليها. نعم، مو احنا هم نتكلم شويه منطق يا ابو الزهراء، هو يشتغل بمنو؟ يستخدم منه القوات؟ القوات حضرتك دا تقول القوات الحكومية وقوات الأحزاب والميليشيات كلها تعمل سوية. يعني حتى لو فرضنا أن وزير الدفاع صار شريف بلحظة ويريد يسوي على سبيل المثال مثل ما تقول انقلاب، منو اللي جوا إيده من أفراد يمكن يستعين بيهم؟ أنت تعرف هبة العراق؟ نعم. نعم أنت تعرف حتى اذا شيء قليل هو يقوم به، انت تشوف الشعب عد. الشعب يوقف وياه. نعم. هل تترجى من وزير الدفاع او اي شخصيه بهالحكومه خير؟ نعم. والله انا بالنسبه لي غاس لدي فوق من العشس، لكن اليوم اطالب. نعم. اطالبهم بحق الله. انتبهنا على ارواحنا الشاهد الله، ما حد تسمعني لا هاتي كدين الفلاني ولا هذا مذهب الفلان، احنا ناس عراقيين. نعم نعم. شو نعم. نريدهم، نريد من الله والشريف والتسمع اخويا بالجيش، ضباط الجيش ضباط يفكونا اذا هم عندهم نوع من الشرف يفكونا من هاي انقلاب يسوون نشارة لهم. حتى احنا ما نريد من بعيد من غير دوله. يابا والله ملينا، كل ما نشوف تشيع بالتلفزيون بدنا، حتى والله ما بدنا نوصل لا الاكل ولا الشرب، صدقني يا معود. نعم. ابو زهراء انا اشكرك، كنت معنا من العماره، اشكرك للمشاركه. معنا السيد سعد من السعوديه، تفضل يا سعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا اخوانا المقدم، وبارك الله في هذه القناه. حياك الله. مبارك الفضل. أنا عندي نقطة الأولى يا طويل العمر. فضل. أول شيء صراحة المرجعية عند هذه سقطت، هذه واحدة. الثانية قبل فترة يومين أو داس عن دخول الأسلحة ومن جهة إيران، هذه شوفوا يا أتباع هذه إيران هي والله العظيم في وثائق، بس إن شاء الله أنها توصل إن شاء الله وتبين أنه نعم. ضربوا الحشد الشعبي، الإسرائيل تضرب الحشد الشعبي، ها اصلا من ايران طلعت هذه. ايران هي من ضربت الحشد الشعبي، ليش؟ عشان ترسخ، خلاص انكشفت العمليه عندها وانكشفت للشعب قدام الشعب، انكشفت انه هذه عصابات اصلا ما جو لتعمير البلد، جو لتدمير البلد. فانكشفت الحين، انكشفت المساله الحين ماخذه ذريعه دخل الاسلحه بحملنا للحشد الشعبي عشان ايش؟ ان نساعدكم وكل شيء. هم الحشد الشعبي صار يقتل مين؟ بدل ما يرجع يقتل على اسرائيل يرجع يقتل في ابناء شعبه. نعم. لكن الحمد لله نعم. الشعب العراقي واعي والحمد لله وبسلميتكم وبامكانكم بس سلميه ان شاء الله. نعم. محاصره مقدرات هذا البلد بس سلميه.
وان شاء الله. والتسلط على هذه العصابه الطاغيه. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا لك يا سعد، كنت معنا من المملكه العربيه السعوديه. أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أما وسلم. بالنسبة لهذا البلد، أما يعني حرامات العراق العظيم راح، بقى المافيات، يسموها بلد المافيات، ما بيها لا قانون ولا حكومة ولا 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 أي واحد يحكم بيها. والحدود كلها مفتوحة من كل الجهات، من إيران، من الدول، كل دولة عندها أذرع ويا هاي الحكومة داخلة وطالعة. الأسلحة تطلع وتروح وتجي، النفط ينباع، كل شيء باك. يعني احنا في 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 مهب الريح مثل ما يقولون. لاكو قانون، لاكو دولة، ولاكو نظام، ولاكو اي شيء. يعني بس انا ان شاء الله ان شاء الله ثورة هذول الشباب الحلوين اللي قاعد بقوتهم وارادتهم وعزيمتهم، لو يجتمعون اهل الشمال هم وياهم، ويجتمعون اهل الغربية وياهم، الكل ايد واحدة تصفق، حتى نستولي على هالعصابات الموجودة اللي هي بلا نظام. يعني هي سخاوية، ما يعرفون شو يسوون، ماكو احد يربطهم، كل واحد يقول انا وبس، كلهم ملتزمين متنبين بهالكراسي وهم ومصلحتهم الشخصية وجيوبهم. لكن الضمائر ماتت، ما عندهم ضمير هذول، الضمائر ماتت. يعني هذول اللي يستشهدون وهالحفالات الموجودة اللي يكتلون كلها من أذرعهم، من أذرع الحكيم، ومن أذرع حزب الدعوة، ومن أذرع بدر، من أذرع الخزعلي، وكل هالعصابات الموجودة هي عندها أذرع عندها تقتل هذول الشباب الحلوة الناشطين اللي يداعون بالحرية ويداعون بالبلد الحلو اللي يريد ينتفض مثل ما كان. وإن شاء الله ينتفض بإذن الله بقوتهم بعد عزيمتهم، وندعي لهم ليل ونهار ان شاء الله يا رب. شكرا يا أم أزهار. شكرا لك. ورود من بغداد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. اخويا بلا زحمه، اني اسمي صار لي 6 ايام راح التحرير ولحد الان ما هو، وما منو؟ في مكان صارحنا وما دورنا عليه. منو؟ لحد الان كل شيء ما نلقى من عنده. منو هو؟ منو؟ ابني. ابنك؟ نعم. عمره 15 سنة. بعد تغير. نعم. هناك راح ويا جماعته، والوحيد اللي ما رجع صار له 6 ايام، ماكو مكان، ما دورنا عليه جديد. ماكو مكان ما رحنا، لا مستشفى، لا مراكز، قالوا بالجثة ماكو، واليوم احنا بالاعداد ماكو مكان. تقدرين تقولين اسمه لو تخافين؟ ليش ما اقدر اقول اسمه؟ قولي اسمه الكامل لعله وعسى يفيد. ها؟ قولي اسمه الكامل، تفضلي. اسمه كرار مصيف جاسم. للسيدية، صار له طفل 5 ايام 6 ايام اليوم ما هو. نعم. يعني المن رحتي؟ المن دورتي؟ عد من دورتي؟ ماكو مكان، ما دورت فيه، ماكو مكان ديزاين. انا الدنيا كلها تدور عليه. نعم. سيدة ورود، يعني عندهم، يعني عندكم مشكلة مع أحد؟ عندكم خلاف مع أحد؟ ربما أكو أحد اللي وشى. هو طفل يا ناس يا عالم، هو طفل والله طفل. نعم، انا اقصد يعني مو قضيه هو بس، انا اقصد انتم كاهله. يعني ماكو ناس عايشين على قد حالنا والله. نعم. لا عندنا اذيه على احد، ولا احد الا اذيه علينا. ما تشكون يعني من ما تشكون بمنو؟ المن تتهمين؟ ندري بمن نشك، بدنا ندور عليه وما ندري بمن، يعني بمن؟ عليه من نفكر، عليه من نروح، بمن؟ ماكو، ما نعرف احد. وين ما اعرف؟ نعم. طفل ما هو. نعم. الدنيا مضلوبة عليه، هاي دفعتنا والناس كلها، ماكو طفل عبال ملح ودار.
ان شاء الله يرجع بالسلامة يا سيدة، ان شاء الله يرجع بالسلامة سيدة. امين يا رب. انا بس اريد اوصل صوتي اللي يقطع وراني بالتحقيق، طفل لا لحية، طارت كرسي كرسي ما اصلا. نعم. كان الله بالعون يا سيدة ورود، كان الله بالعون. الله يرجع بالسلامة هو وكل المخطوفين من الناشطين والمغيبين بشكل عام في العراق. ابنها 15 سنة. يعني اسمه كرار نصيب جاسم، مفقود منذ 6 أيام. ذهب هو ومجموعة من أصدقائه إلى المظاهرات، عادوا جميعهم ما عدا هو. طبعا نتمنى السلامة له، ونتمنى أن يعود آمنا مطمئنا إلى بيته. ونؤكد هنا مشاهدينا الكرام على الإجرام الذي ينتشر الآن، وهو منتشر منذ الاحتلال لكن يزداد الآن ضراوة على المتظاهرين، على الناشطين، على كل شخص يذهب إلى هذه المظاهرات يؤيد ثورة تشرين بشكل عام. هو مرصود، هو مستهدف. نتمنى السلامة لابنك يا سيدة ورود، لكن هو في النهاية بطل من أبطال هذه الثورة وهو مشارك، افخري به، وإن شاء الله سيعود بالسلامة في يوم من الأيام. لكن يعني الوضع الآن صعب جدا مشاهدينا الكرام، وهناك أزمات كبيرة تفتعل الآن من قبل الميليشيات والحكومة، سلطة الخضراء، في سبيل إجهاض الثورة. لكن هذه الخطوات وهذه الأساليب المتبعة والنهج المستخدم هو يرفع معنويات المتظاهرين، يزيد من الدوافع في داخلهم من أجل إنهاء كل هذه المظاهر القبيحة التي يشهدونها يوميا في بلدهم، ومحاولة مستمرة منهم وثبات وصبر من أجل تطهير العراق من هذه الشوائب التي جاءت مع الاحتلال. وللأسف طبعا الشباب هم المستهدف لأنهم هم عماد هذه الثورة، لكن بالصمود والصبر والعزيمة إن شاء الله ستنجح أكثر وأكثر. من معنا الآن؟ مصطفى من مصر، تفضل. أيوة، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن أولا نحيي ثورتنا المجيدة، ونحيي ثورة الثوار الأحرار. حياك الله. شايفين على الثورة يا سيدي، الثورة نجحت فعليا، والدليل عليها العصابات المجرمة تقتل الناشطين والثوريين والوطنيين وكل من ينتمي لتراب الوطن. لكل إنسان عنده شرف عارف إن المستعمر الأمريكي جاي أصلا لموتنا ولتدميرنا ولنهب ثرواتنا ولتنصيب الميليشيات والعصابات الخارجة عن إطار القوانين والشرائع والأديان، اللي لا يرحمه لا حجر ولا بشر، ولا عندهم شرف ولا كرامة ولا أي صفة من صفات الإنسانية. فالثورة نجحت فعليا، نجحت سيادتك بنسبة 90%، فاضل 10%، ال 10% هو القبض على القتلة واللصوص وتقديمهم إلى المحاكمة بإذن الله تعالى. فنطالب إخواتنا بالصبر والصمود. نعم. في الميادين وفي الساحات، والصبر والصمود لكم وللعراق ولكل وطن شريف. ويا سيدي، هؤلاء القتلة كل العالم عارف جرائمهم، والمجتمع الدولي عارف، والأمم المتحدة عارفة، ومنظمة الرايمز ووتش وكل المنظمات الحقوقية عارفة، لكن ما فيش تفعيل للقرارات القبض عليهم. المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم، والجرائم واضحة. يعني المقابر اللي ظهرت في الفلوده ديت، مئات آلاف المقابر لم يتم فيها التحقيق، في نينوى، في كل بقاع العراق، في كل محافظات فيها جرائم لم يتم فيها التحقيق. هناك حالة من حالات التقدم وحالات الرضا. فإحنا من واجبنا واجب إنساني وواجب وطني إن إحنا نطرد هؤلاء القتلة. إحنا ضد القتلة واللصوص بس، وضد عصابات تنظيم الدولة وعصابات الاحتلال الأمريكي والصهاينة والنظام الإيراني العنصري الطائفي. ده هدفنا. إحنا عاوزين وطن، عاوزين ناس محترمة عندها شرف تحكمنا. ده النهاية، وما فيش حل غير كده. لازم تداول السلم للسلطة، ونطالب بتداول السلم للسلطة. وأنا أشكر سيادتك. شكرا يا مصطفى. محمد من بغداد، اتفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لقناة الرافدين البطلة. حياكم. تحية للثوار. نعم. في ساحة الاعتصام في كل مكان. نعم. أريد أوضح حقوق الإنسان. تفضل. حقوق الإنسان، وأريد أعرف الإنسان. تعريف حقوق الإنسان هو اعتراف لي بالكرامة المكتسبة والقيمة الإنسانية والحق المتكافئ بالحرية والعدل والمساواة. نعم. أذكر الفئات الثلاثة لحقوق الإنسان. حتى باختصار يا محمد، حتى لا تتوسع، باختصار.
نعم تفضل. الحقوق المدنية لكل شخص الحق في الزواج، لكل شخص الحق في امتلاك مقتنيات يعني مثل سيارة أو بيت، لكل شخص الحق في حرية التصوير والديانة، لكل شخص استقبال المعلومات. أريد أدير على هاي الإذاعة، أريد أخذ يعني وسائل إعلام، كل شخص حرية. زين؟ طيب من اللي تفضلت بيه، من اللي تفضلت بيه، احنا ايش عندنا منه بالعراق؟ انا اقول لك اللي تفضلت بيه هنا بالعراق، العراق لكل شخص ولد حر وفق معاشه. الحياه والامن والحريه. حياتنا دمار، الامن ما عندنا امن. وقتل زين يعني بالنسبه للارهاب، الارهاب هسه عندنا ماش هو اي عنف مدبر. الارهاب قانوني يعتبر ارهاب. القتل والاغتصاب طائفي، والارهاب هو تهديد المجتمع، الاعمال التي يقوم بها الارهاب، التهديد الطائفي، التفرقه، الاغتصاب، الاغتيال، الحرب، يعني هاي الاحداث يعني نصبتها امريكا لدمار العراق. نعم. كل هذا اللي موجودات بالعراق، لا عندنا حريه ولا عندنا امن. نعم. حقوق الانسان من اجتمعت الدول واجتمع سنه 1948 بالنسبة للإرهاب والدمار، والدولة تضرب دولة، ضربة أمريكا لليابان. يعني إحنا لا عندنا أي قانون أو أي بند من بنود أو قوانين حقوق الإنسان والحريات، وعندنا يطبق مبدأ الإرهاب بكل تفاصيله بشغل الحكومة والأحزاب والميليشيات، مو صحيح؟ نعم. مو استاذ محمد، مواصفات البلد الديمقراطي. نعم. بلد هسه بلدنا مو بلد ديمقراطي، لان الاعتقال، الاعتقال مواصفات الشرطه بالبلد الديمقراطي، الاعتقال ليس سرا، الاعتقال وفق القانون. نعم. احنا يعني كل هاي عندنا ماكو، كل من بكيفه، يعتقد بكيفه، هذا الحزب الفلاني، هذا الحزب الفلاني، 40 حزب، وش يصير الشعب العراقي؟ ما تقول لي. نعم. ما شاء الله لازم تشي انت ويذبع بالعالم. نعم. شكرا يا محمد، كنت معنا من بغداد. كلام مهم حضرتك تفضلت به، نعم يعلمه الكثير، لكن هو ايضا مهم ان ياتي ايضا للتفكير بطبيعه البلد الذي يعيش فيه العراقيون، وطبيعة هذه السلطة الحاكمة والأحزاب. ويعني قال باختصار الإرهاب هو العنف المدبر، السيد محمد عرفه بهذه الطريقة. العنف الذي نراه الآن، المجازر التي ارتكبت في المظاهرات، ونتكلم فقط على فترة المظاهرات هنا، هذه المجازر التي ارتكبت على يد الميليشيات والقوات الحكومية، وعمليات خطف واستهداف الناشطين والمدنيين، هو كله عنف مدبر، إذن هو كله يدخل في إطار الإرهاب. هذه الحكومة إرهابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق. إذا جئنا وطبقنا ما ينفذ في العراق من الميليشيات ومن القوات الحكومية والأحزاب الحاكمة، نرى أنه يدخل من الباب العريض في دائرة الإرهاب. وطبعا هو رغم أن هذا الإرهاب هو أصلا مصطلح مطاط تستخدمه الدول الكبرى، عموما يعني موضوع كبير، لكن باختصار من الشكل المبسط الذي وضحه السيد محمد من بغداد هو العنف المدبر. يعني الموضوع باختصار شديد، ما يفعل في العراق الآن من عنف واستخدام هذه الآلة القمعية، إن كانت حكومية رسمية أو ميليشياوية حزبية، هو في النهاية عنف مدبر مفتعل، الهدف من القضاء على حياة البشر، قمع الحريات، تكميم الأفواه، إسكات الناس عن صوت الحق، ويعني كل أنواع القمع اللي يمكن أن يتخيل الإنسان يوجد الآن في العراق. وبالتالي حكومة وميليشيات تصنف بكل بساطة إرهابية.
أبو يوسف من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيني دولة ماكو. نعم. الدولة صارت بيد الميليشيات، هاي من 2003 اليوم احنا تحكمنا الميليشيات. نعم. ايه. كل من يقول لك اكو دولة واكو قضاء صحيح بالعراق ماكو هذا الشيء. العراق من 2003 لحد الان ينزف دم. نعم. أنا أريد أسألك يا أبو يوسف، يعني كلها هذا يقولون أكو البعض يتساءل، البعض يتساءل يقول القوات الحكومية عاجزة أو يعني متفرجة، لكن المجازر اللي صارت الآن، مجزرة السنك على سبيل المثال، من اللي سمح للميليشيات أن تدخل ترتكب هاي المجزرة وتطلع وما حد يلمسها، ما حد يتقرب لها؟ مو القوات الحكومية؟ هي هاي الديمقراطية، هي الديمقراطية جابتها أمريكا لنا من 2003 لليوم. العراق يتذبح وأمريكا تباوع. ماكو لا رئيس وزراء يحكم صح؟ ماكو. الكل من يقول لك رئيس وزراء يحكم العراق قول له ماكو هيك. نعم. إيران والميليشيات هي اللي تحكم العراق. نعم. والشباب ضحية الإيران وضحية أمريكا. يعني أمريكا المهم مصالحها تمشي، ما يهمها يعني العراق يموت يتدمر، واقعه بيد بروس العراقيين الفقراء والعرب يباوع. لا تنكر لا حكي، لا طلع رئيس دوله قال عنا هاي الشباب شنو اللي جاي تموت. طلعوا ب 2004 مظاهرات، ب 2014 وطببوا لهم داعش وقالوا هذول داعش وقمعوا هاي سحقت الانبار والموصل. نعم. نعم. وسامر والفلوجة كلها مردت راح. نعم. وردوا النار طلعوا الجنوب هسه مظاهرات. ما قدروا يقولون عليهم دواعش، قالوا عليهم بعثية. عمي يا بعثية صدام، يا بعثية هذول كلهم شباب حتى ما شافوا صدام. نعم. ويا صدام ولا يعني شباب جيل جديد هذا. نعم. عمي جيل جديد. هو هذا اللي نريد نوصله يا أبو يوسف، هذا اللي نريد نوضحه. أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد. هذا الكلام المهم اللي طلعوا الآن، حاولت الحكومة بالبداية بشكل تصريحات وشكل إعلامي بطريقة إعلامية تستغل المنصات الإعلامية التي تملكها وتروج كما جيشت إلكترونيا وإعلاميا على المظاهرات السابقة كما تفضل السيد أبو يوسف في المحافظات الغربية، حاولت مع المظاهرات الحالية لكن لم تستطع. اتهمتهم ما قدرت تقول دواعش، فاتهمتهم من غير اتهامات وفشلت، حتى لأنه هي بنفسها اعترفت أنه فئاتهم العمرية من 15 سنة إلى 25، هذا الرنج المعدل الأعمار في ثورة تشرين. فبدأت الآن بعد ما خلص الأسلوب وشافت أنه ماكو فائدة من عودة الناس إلى بيوتها بالطرق السلمية، أنه تصرح الطرق الإعلامية العادية حتى وإن كانت اتهامات باطلة، فبدأت تستخدم الآن، كشفت طبعا عن وجهها الحقيقي بإرسال الميليشيات وفرق الموت وقواتها الحكومية اللي قمعت وقتلت من أول يوم. طبعا مع هذا نقول أنه هي حاولت أنه تروج لاتهامات والجيش بالشارع لكن ما قدرت، فشلت. فبالتالي الوجه الحقيقي هذا هو الذي نراه اليوم في العراق، وجه أحزاب السلطة التي جاءت مع الولايات المتحدة التي تحكم العراق. هذا هو الوجه الحقيقي، شباب يقتلون واحد تلو الآخر وقوات حكومية تقمع وتقتل وتحمي الميليشيات. أريام من الأردن تفضلي. أهلا مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. أنا أحب أشارك في برنامجكم. أنا طبعا طالبة أردنية. نعم. بس أنا أتابع ثورتكم وأحب أحكي لكم إن شاء الله منصورين. نعم. وإحنا نتابعكم دائما دائما نحبكم. شكرا. شكرا يا أريام. وطبعا هذا الدعم وهذه المساندة من الإخوة العرب والأشقاء عندما يتصلون بنا من المملكة العربية السعودية، من الأردن، من قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، من كل الدول العربية الشقيقة، شمال أفريقيا طبعا لم يقصروا. هذا التواصل المستمر معنا هو دعم ومؤازرة أن هناك متابعة، هناك حقيقة وصلت إلى العرب، ولم تستطع هذه الآلة الحكومية، هذا التعتيم الدولي الذي كان موجوداً
أن يخفي هذه الحقائق ووصلت إلى الجميع الآن، وكل كلمة وكل مساندة ومؤازرة حتى لو كانت بالكلمة أو بالموقف من الإخوة العرب والأشقاء هي كافية ومساندة وتدفع الثوار نحو المزيد من التقدم والصبر والثبات، هذا شيء مطلوب جدا. طبعا نشكر الجميع. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. والله انت اكثر مني، والله انت اكثر، احنا نعترف والله فوق 17 هسه بالدوله، والله اكثر من عندنا نعترف، هذا يسلمون والله سيبتلون اصلا لا زعل غير لا شيء ولا شيء، والله احنا مو داعش، والله مو داعش. اهلا بكم من جديد. طبعا سمعت الكلام اللي ذكر من صور هذا المقطع، مسيرة طلابية بشكل سلمي بلا حتى أي هتافات، مسيرة طلابية واضحة بشكل سلمي. فالفرقة 17 بقواتها طبعا هي أثارت خوف هؤلاء الشباب ومن يسيرون في هذه المسيرة. طبعا الكلام اللي صار واللي أكيد شفته وسمعته، إحنا مو دواعش، اللي دي يصور يقول إحنا مو دواعش، جايب الأحاديات وحاططها على الآلات الحربية على المركبات القتالية الحكومية ويقول على أساس دي يسلم علينا، هو لو ما التصوير إلا يقتلنا. هكذا يرى العراقي الآن الذي يخرج في مظاهرات القوات الحكومية سواء مع الميليشيات. من يحمل السلاح من الطرف الحكومي هو متوقع منه بشكل كبير أن يكون قاتلا. تابعنا في كربلاء ما الذي حدث من مجزرة ارتكبتها قوات التدخل السريع، وتابعنا في ذي قار في الناصرية ما الذي حدث من مجزرة ارتكبت، وفي بغداد السنك نموذج طبعا، وغيرها نماذج كثيرة قامت بها إن كانت الميليشيات أو القوات الحكومية. الأطراف التي تدعي أنها تنتمي لهذه السلطة تحت مسمى الحشد الشعبي التي تقول بأنها تابعة للقائد العام القوات المسلحة هي الميليشيات التي تقتل وتغتال وتخطف وتصفي النشطاء المدنيين الموجودين في المظاهرات. ما الضرر الذي سببه محمد جاسم الديجيلي عندما قدم الطعام والشراب إلى المتظاهرين؟ ولدينا أسماء أخرى مشاهدين، طبعا حق إسماعيل العزاوي هو أيضا ناشط مدني اغتالته الميليشيات في منطقة الشعب شمال العاصمة وهو يدير شركة سياحية. طبعا ثائر الطيب هو ناشط أيضا في الديوانية أصيب بجروح نتيجة استهداف مركبته بعبوة لاصقة، لدينا المقطع لكن المقطع صعب جدا أن يعرض. معنا الآن علي من النجف، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حيا الله قناتكم. حياك الله. أنا وسهلا. بخصوص هذه الاعتداءات التي حدثت في كربلاء في النجف وفي كل مناطق نعم. في الحويجة في الموصل، نحن يجب أن نكون منصفين، حتى في حويجة الموصل صار اعتداء على أخواننا بالمناطق الغربية نعم. حتى من فلوجة والرمادي لنعد قليلا إلى الوراء. أنا من النجف الحادية، ما أذكر اسمه حتى لا أقول من المتصل من مدينة النجف بالشرطة الاتحادية دائما ما ذكر، هو يأخذ هو دام بالشرطة الاتحادية في نفس الوقت. أخي هذا هو استفاق عن ضميره، هذا كان يداوم معه من النظام البدري، يداوم معه من النظام البدري في يوم فتحنا قال أنت تعرف طبي التفجيرات تبدأ من المناطق الشيعية من 2013
اكثر التفجيرات يشرف عليها الحرس الثوري. انا قالوا ليش؟ قالوا مصلحه الجمهوريه الاسلاميه ان 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 اهل الجنوب العرب الشيعه عن الوطن العربي. نعم. ان نسلخهم عن محيطهم العربي. قالوا ما الهدف؟ قالوا الهدف استراتيجي جدا. نمق للجمهوريه الاسلاميه حتى نستطيع ضرب هذول كل ما لا الفقيه راح نقدر نجندهم وراح نقدر نغسل بنفسهم. هل نجحوا؟ هل نجحوا؟ هم 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 قدروا ينجحون؟ القتل والصدق والعدد هم نجحوا نوعا ما شكرا كمؤامره الان وجدت الان بدات حس. هل اللي نشوفه اليوم هل اللي نشوفه اليوم نقدر نقول ان هم نجحوا؟ هل اللي نشوفه اليوم بالمظاهرات وهاي الوقفه وهذا الرفض لايران ورفض للطائفيه اللي زرعتها ايران واحزاب ايران بالعراق؟ ما هو هذا مرضى الجماهير الان عرفت ان هذه التفجير اللي كانت تتبناها القاعده وداعش الان كلها وراها ايران. نعم. نحن الان ادركنا هذه ما ترجع لمثل تفجير على مثل دول وحرس واستخبارات تفجيرات جدا مهمه. نعم. قتل عاليه يعني مجنون مخبوط من قبل فعل التنظيمات وقد تفجيراتها وقوم عملياتها يعني ما بهذا الحجم بهذا الشراسه يعني يسبب لك نعم وما نحن طبعا من المريخ من المريخ او من غير كوكب. نعم علي انا اشكرك علي كنت معنا من النجف شكرا لك. معنا السيد ابو وليد من السعوديه تفضل يا ابو وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لقناتكم الطيبة هذه لأنها تبث لنا أخبار العراق يعني يوميا وبساعة ودقيقة. بارك الله. الشيء الثاني أنه نترحم على شهداء العراق وهم نعم. أخواننا وأصحابنا وأبنائنا وعزوتنا. نعم. الشيء الثاني انه بلاء الامه كلها ما هو بس العراق بلاء الامه كلها نابع من هذا السفيه في ايران. نعم. وما صدر الينا الا البلاء والدمار في بلاد العرب كلها. بما فيها العراق ودرس وعلم و درب هؤلاء الحثاله اللي في الحضره. نعم. على اساس اولا تقسيم العراق تقسيم طائفي. الشيء الثاني السيطره على ثروات العراق وثروات العرب وتدمير الامه. نعم. والحقيقه هم عايشين تحت مظله الخميني هذا. وبما فيها المرجعيه الحقيقه لاني ما قد شفت منها موقف يعني الشجاع من حاجة للشعب هي من حاجة للشلة الحثالة هذه اللي في الخضراء و طيب. يعني تمسك العصا بالنص ومتعامرة على 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 العراق وأهل العراق. أبو وليد أنا أشكرك أعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء وعندنا متصلين ينتظرون. أبو الوليد أبو وليد من المملكة العربية السعودية أشكرك. بلال من بابل تفضل يا بلال. بلال فقدنا الاتصال. نقرأ بعض الرسائل الآن مشاهدينا الكرام التي وردت على الواتساب من المشاركين. طبعا نعتذر منهم للتأخير لكن لكثرة الاتصالات. أنا أود بس أن نبدأ من الرسائل الحديثة يعني لا أعلم ما الذي يحدث. يقول أحد المشاركين بالنسبة للمتصل السلام عليكم بالنسبة للمتصل الأخت ورود تقدر ترسل صورة ابنها كرار حتى نحاول نساعدها على مواقع التواصل الاجتماعي نرفع تاج على تويتر باسمه. سيدة ورود إذا تسمعين الآن هذه دعوة من أحد المشاركين أو المشاركات لا أعلم لكن هي بإرسال صورة ولدك كرار طبعا سيكون هناك جسر تواصل إن شاء الله عن طريق قناتنا بين الشخص الذي يحاول أن يوصل هذه الصورة وكذلك بين حضرتك و
يكون هناك يعني دعم على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن كرار، لعل وعسى أن يؤدي هذا الموضوع إلى إيجاده. طيب نكمل قراءة الرسائل المشاهدين بعد قليل، لكن لدينا الكثير من الاتصالات سنحاول نختصر. السيدة سميرة من السماوة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وسهلا. طبعا احنا ندق ما جاي نحصلكم. نعم تفضل. ألو أسمعك يا سميرة تفضلي، بس نص صوت التلفزيون رجاء. شلونك يا اخي محمد؟ اهلا وسهلا تفضلي. طبعا نحييكم ونحيي قناتكم كل الهلا. الله يسلمك. اخت سميره، بس اخت سميره نصي صوت التلفزيون للاخير رجاء. انا طلعت عن الغرفه. طلعت. تفضلي. شلونك يا اخي محمد؟ اهلا وسهلا. نحييكم ونحيي قناتكم. اتمنى يعني دوم متابعين لهذه القناه. الله يسلمك، نتشرف. الله نحييكم ونشكركم طبعا على هاي المظاهرات. احنا نعم يعني ما نشوفك نتالم احنا من يمنا. نعم. محمد يلا مشكور الكادر كله. حياك الله وكل الهلا يا سيده سميره من السماوه، اشكرك للمشاركه. لدينا رسالة تقول لابد من دعم المظاهرات في العراق من خلالكم وتوصيل صوت المتظاهرين إلى أبعد نقطة في العالم، يعرفوا أن العراق حاليا يعرفوا أن العراق حليم، ويويلهم من الحليم إذا غضب على هذه الحكومة الزائلة. لا محال بصوت الأحرار والشرفاء من العراقيين. شكرا للرسالة. أحد الدكتور ماهر الحمداني طبعا في رسالة طويلة بعض الشيء، حاول أن نختصر. السلام عليكم، رسالة خاصة سيدي الفاضل، قد أرسل رسائل مطولة ومتيقن لا تقرأ لكن أتتقبلون ذلك طبعا على الرحب والسعة، ولكن حاول الاختصار يا دكتور. يعني الدكتور ماهر الوقت ضيق وحضرتك يجب أيضا أن تكون مقدر لهذا الموضوع، ليس لقراءتها بل لطرح أفكار وآراء قد تثري قناتكم المفضلة لدي وللكثيرين. قد أكتب أحيانا باسم أبو محمد الهاشمي بغداد، وقد أكتب باسمي الحقيقي دكتور ماهر الحمداني. كتاباتي أقتنصها من كتابي الذي لم يطبع بعنوان كذا. طيب لكم جزيل الشكر. شكرا لك. نتمنى أيضا مستقبلا أن تدخل لنا بالموضوع مباشرة. أبو عمر من أمريكا تفضل يا أبو عمر. أبو عمر فقدنا الاتصال. طيب نقرأ الآن مشاهدينا الكرام فيما تبقى من وقت الرسائل للإخوة المشاركين. طبعا رسالة تقول لدي كم هائل من طبعا الرسالة من أين تبدأ لا أعلم حقيقة. يحاول الاتصال بنا سيف أحمد من ذي قار. سيدي سيف، هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، إن كنت ترغب بالمشاركة معنا من خلال الاتصال فبإمكانك أن تشارك معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضرتك. السلام عليكم، سيف أحمد من ذي قار مقيم في لندن، تحياتي لك ولكل كادر قناة الرافدين. ممكن أتواصل معكم لكن لا أستطيع التواصل، الخط مشغول طبعا بسبب كثرة الاتصالات، معذرة منك. لدي كم هائل من المعلومات التي لا يعرفها الإعلام وما يحدث من اتفاقيات هنا في لندن، بإمكانك أن تكتب لنا سيد سيف إذا كان الموضوع طارئ وعاجل ومهم للغاية أيضا ولا تستطيع الانتظار حتى تقرأ الرسالة أو كذا. لدينا الموقع الرسمي للقناة الرافدين.org، أو لدينا الصفحة الرسمية للقناة على الفيسبوك، لدينا كذلك تيليجرام، لدينا الواتساب، أكثر من خط طبعا، والهاتف إذا كان الموضوع طارئ تستطيع حتى الاتصال بنا يعني وتدلي بما لديك من معلومات وأكيد سنتواصل معك. شكرا لك. أم علي الرضا من ميسان، السلام عليكم، الرحمة لشهداء ثورة تشرين والشفاء للجرحى والعار المفسدين
العملاء. أرجو ألا تنسوا التنكيل الذي تعرض له اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ 2003. أم علي الرضا من ميسان، شكرا يا أم علي. رسالة تقول: السلام عليكم، بعثت مقاطع جزاكم الله خير، ممكن عرضها على الشاشة وشكرا، الله يبارك في جهودكم. لدينا مقاطع طبعا مصورة من الأخ الكريم. السلام عليكم أخويا محمد أبو دليم، هاي الحكومة فاسدة من ساسة الراسة. رسالة: مرحبا، أنا ورود من المفقود كرار، نصيف جاسم، أرسلت صورته. مشاهدينا الكرام، بالنسبة لمن حاول التواصل معنا الآن، بالنسبة للسيدة أم ورود، السيدة ورود العفو، وابنها كرار، هذه الصورة موجودة. طبعا نتمنى صورة أوضح، الصورة الآن فيها يعني عمل تصوير فني أو غيرها. إذا كانت هناك صورة أوضح يا ريت ترسليها، إذا ماكو هاي الصورة تكفي إن شاء الله. أبو حسين من بغداد حي القاهرة يقول، أو يرسل فقط اسمه، شكرا لك. آخر شيء، السلام عليكم يا حي قناة الرافدين. الاسم محمد العراقي من أربيل، وأفتخر قناة الرافدين مع الأسف على حكومتنا الكذا. في الختام وصلنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.